ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، حسوا شريعتك الغراء في نهمي. فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر؟ ومن علي؟ ومن عثمان ذو الرحم؟ من نهرك العذب يا خير الورى اقترفوا، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. لقد وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أوصاف: بأنه كان صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، وأسود الحدقة أي شديد سواد العين، وأشكل العينين أي عروق حمراء رقاق في بياض العينين، وهو وصف محمود في العين بخلاف صفة الشهلة التي هي حمرة في سواد العين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام أكحل العينين أي هو مكحل العينين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل، بمعنى أن الناظر يظن أنه استعمل الكحل في عينيه، والحال أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتحل بل كان كحل في عينيه. وأما بخصوص أشفاره أي شعر الأجفان، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه واصفا النبي عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين هدب الأشفار. رواه أحمد وصححه أحمد الشاكر. هدب الأشفار أي طويل شعر الأجفان صلى الله عليه وسلم. هذا وصل وسلم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود. من بلغ العلا لجلاله، سطع الدجى لجماله، كملت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.